أنت بنظر يعني نقدر نقول الناس أمي، ولكن بنظري أنت عمري، أنت الحياة. صباح الخير على كل أم، صباح الخير على كل امرأة ضحت بلا مقابل، صباح الخير على اللي بتربي واللي بتتعب بجد، وللأسف ما بتبقاش منتظرة أي حاجة من أي حد غير كلمة ممكن شكرا، وأوقات كمان ما بتبقاش محتاجاها. صباح الخير على بجد أحلى حاجة في حياتنا، صباح الخير على اللي ربنا كرمها، صباح الخير على دايما بدعواتها، إحنا ربنا بيفتح لنا أبواب الرزق. صباح الخير عليك يا كريم، كل سنة وكل أمهاتنا يا رب بخير وسلام. صباح الفل عليك، صباح الفل على كل حضراتكم، وبطبيعة الحال يعني أحلى تحية وأحلى صباح على كل أم في كل مكان في العالم مش بس في مصر. الأم يعني الحياة، الأم يعني مجموعة كبيرة جدا من المفاهيم اللي صعب نحصرها في مقدمة حلقة أو حتى في حلقة على بعضها. صحيح. لأن الحقيقة لو جيتوا للحق يعني مهما اتكلمنا استحالة نوفيهم حقوقهم. كل سنة وكل أم مصرية بخير، ربنا يرحم كل أم يعني فقدناها ويصبر قلوب وتعالى قلوب أبنائها. ولكن حتى في الظروف اللي زي كده الخالة بتكون أم، والعمة بتكون أم، واللي ربت بتكون أم، والجارة بتكون أم، والزميلة بتكون أم. طبعا طب فين عطاء الأم بتاع؟ هو مين اللي يجيب لي مين هدية، ولا مين اللي يعيد على مين؟ طب ما نشوفش نفحة كده من نفحات الأمومة كمان. أنت عايز هدية تطش حنية؟ لا مش هدية بس تطش حنية. يعني تعملي حسابي مثلا في الجزر والخيار اللي بتجيبهم على الفطار، شوية لوز ني تعملي حسابي معاكي فيه كده يعني. بما ان انت طيب يا كريم، وكل امهاتنا مره تانية بخير وسلامه يا رب. وبما ان احنا بنتكلم النهارده اكيد 21 مارس فعيد الام، هنتكلم النهارده كلها عن بقى يعني النماذج النسائيه اللي هي قدرت فعلا تحقق حاجه على يعني زي ما نقول كده اختلاف على ارض الواقع، وقدرت ان هي بتحديات كمان تصل ل يعني مراتب عاليه جدا، وقدرت ان هي كمان تربي اجيال من الابطال الناجحين جدا في مجالات كتيرة. وهنتكلم تحديدا كمان عن الرياضة. خلينا نتكلم عن الفقرة الأولى، هتكون معانا هي كابتن سلوى محمود سليمان لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقة، فقرة تانية مع كابتن مي نصر مدرب مساعد عمومي سيدات يد الأهلي، وفقرة مع المطربة رهف أنس مطربة بكورال النادي الأهلي. هنغني بقى، احنا بنتكلم برضو النهاردة عيد فلازم هنسمع بعض الأغاني كده الخاصة بالأم. وبالنسبة بقى النهاردة احنا زودنا فقرة وهي فقرة السوشيال ميديا، وده علشان حضراتكم ندي فرصة اللي عايز يعيد على والدته يكتب لها اي كومنت، عايز يحط صورتها حتى هنعرضها في الفقره الاخيره. وجهوا اي رساله تحبوها لوالدتكم، لحماتكم، لاي حد انتوا حابين توجهوا له رساله بتعتبروه يعني زي والدتكم، او الصوره حطوها، واحنا ان شاء الله في اخر فقره نوعدكم هنعرض كل ده ان شاء الله في فقره السوشيال ميديا. طبعا عيد الام عيد ليه خصوصيه شديده جدا، ويمكن اكثر ناس كان عندهم قدره عبر العصور على ان هم يعبروا عن شيء من مشاعر الامتنان تجاه امهاتهم، كانوا بيبقى دايما الادباء والشعراء، ودايما من خلال قصائدهم عندهم القدره ان هم يوصفوا في كلمات رشيقه جدا الام بتساوي ايه من وجهه نظرهم. الحقيقه الاحتفال بعيد الام ده من الاحتفالات التاريخيه، يعني ليها تاريخ طويل جدا، شفنا كتير يعني من في عصور مختلفة كان في احتفال بعيد الأم. ولكن لو هنتكلم بقى علينا احنا شخصيا في مصر، يعني ممكن يبقى عندك انت التفاصيل. انا عايزة بقى اقول لك لان حلو جدا نسمع فعلا الأدباء والشعراء يعني اللي كانوا لهم وما زالوا يعني ما زالوا لهم قيمة كبيرة جدا، ازاي احتفلوا بأمهاتهم في كلمات وصفوها يعني كلمات بسيطة ولكن كان معناها كبير جدا. خلينا نبدأ مع بعض مثلا لما نتكلم عن الروائي العظيم نجيب محفوظ لما قال لعبت أمي دورا إيجابيا في تشكيل شخصيتي وتحديد مساري الأدبي، رغم أنها لم تكن تجيد القراءة والكتابة فلقد علمتني الحياة. طيب خلينا كمان نروح لعبد الرحمن الأبنودي اللي قال أمي هي ملهمتي الأولى التي صنعت مخزوني اللغوي والشعري. والشاعر السوري كمان نزار قباني اللي أبدى حقيقي في أشعاره عن المرأة وقال تعلمت هذا العشق في حضن أمي التي باتت نموذج الأنثى في حياتي. نختم بجبران خليل جبران شاعر المهجر، كان بيعتبر برضو أمه هي السكن والوطن في بلاد المهجر، فهي الأم اللي قررت أن تبحث عن مستقبل أطفالها، التي قررت أن تبحث عن مستقبل أطفالها. فحاجة جميلة جدا برضو يعني بص كلمات بسيطة لكن أنت بتتكلم عن شعراء ودباء لهم قيمة كبيرة جدا، والمزيد والمزيد كمان من الكلام اللي اتقال في حق الأم. ولكن احنا على مدار الحلقة بقى خصصنا النهاردة حلقة يعني جزء كبير منها هنتكلم أكيد عن الشق ده وهنحتفل مع حضراتكم. لا وفي ضمن اللي انت قلتيه كمان يا نهاوند الجمله الذهبيه اللي قالها نجيب محفوظ، قال لك لقد علمتني الحياه.
بص الجملة دي بقى ومشيتها واسعة إلى أي درجة، علمتني الحياة، مفيش أبلغ من كده. رغم إن هي لم تكن تجد القراءة كمان والكتابة، لأن وأن جابت دليل محفوظ بالظبط اللي هو لغاية النهاردة إحنا عايشين على حس أعماله المحترمة. طبعا يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم، الاحتفال بعيد الأم جاء منذ عصور سابقة. طبعا الأم دورها في كل العصور واحد، هي الأم اللي بتربي، وهي الأم اللي بتكبر، هي اللي بتهتم بمذاكرة وتدريبات وهوايات أبنائها. والحقيقة الاحتفال بعيد الأم ده من الأمور التاريخية. في الحضارة اليونانية مثلا على سبيل المثال كانوا بيحتفلوا بالأم، وكان اسمه عيد كوبيلي، ده كان اليوم اللي بيحتفل من خلاله بالأمهات. كمان كان بيتم الاحتفال بعيد الأم في الحضارة الرومانية القديمة باسم عيد هيريا، وفي أوروبا في العصور الوسطى عرف أيضا باسم عيد الأم، يعني نفس التسمية كانت في المرحلة الزمنية دي. وبيرجع الفضل الاحتفال بعيد الأم في العصر الحديث إلى المؤلفة جوليا وورد هاوي اللي اقترحت الاحتفال بعيد الأم في أمريكا سنة 1872، وتم أخذ عيد الأم كعطلة رسمية بداية من عام 1912 في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلا زي ما بتقال عيد الأم هي مناسبة سنوية بيحتفل بها العالم كله اعترافا مرة تانية ونأكد وإجلالا دور الأم. لكن في بقى ناس كتير يعني التواريخ عندها مختلفة، بتختلف من بلد برضو لبلد. خلينا نروح مثلا لبوليفيا، بيحتفلوا بعيد الأم بس في 27 مايو، بيرجع تاريخ الاحتفال ده اللي شارك فيه النساء من أجل استقلال البلاد، ده كان عام 1812. طيب لو رحنا تايلاند بيحتفلوا بعيد الأم يوم 12 أغسطس، ده بمناسبة عيد ميلاد الملكة سيركيت. وفي فرنسا بنص قانون هناك صدر عام 1950 على الاحتفال بعيد الأم في الأحد الرابع من شهر مايو، يعني الآخر حد في شهر مايو، والسنة دي لو اتكلمنا هيكون تحديدا يوم 25 مايو 2021. في مصر بقى يا حضرات ابتدى الاحتفال بعيد الأم سنة 56، والبداية دي جت ازاي؟ جت بعد ما كان في اقتراح جاء من الصحفي المصري الكبير الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم طبعا بالاحتفال بهذا اليوم. اقترح علي أمين على أخوه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وبالفعل كتبوا سوا في عمودهم الشهير واتكلموا عن أهمية تخصيص يوم معين وهو يوم 21 مارس من كل عام كاحتفالية كبرى بكل أم في ربوع مصر. قبلت طبعا فكرتهم بالتشجيع، وتقرر أن يكون الاحتفال بعيد الأم هو يوم 21 مارس، ومصر بكده تكون قوية أول دولة عربية بتحتفل بعيد الأم على الإطلاق. جميل جدا ان انت كمان بتتكلم ان يعني الشخص اللي قال او اقترح هذا اليوم او هذا العيد هو بنتكلم عن رجل، ولكن مش اي رجل، هو رجل كان فكر برضو تقدمي، كان بنتكلم عن يعني علي امين مؤسس جريده اخبار اليوم، هذا الرجل المثقف جدا، هذا الرجل كان يعلم قيمه المراه بشكل كبير جدا. يعني لو رجعنا لكتاباته، لو رجعنا لتاريخه هنعرف قد ايه هذا الرجل كان دايما ما يتحدث عن مش فكره تحرير المراه ولكن تمكين المراه، وفكرة ان احنا نزرع في المجتمع ان المرأة دي مش مجرد يعني نصف مجتمع ملوش مثلا قيمة، لا هو نصف مجتمع ولكن نصف مجتمع منتج ومهم. فيعني انا مش عايز اخش تفاصيل كتير، لكن بنتكلم يعني اكيد احنا سعداء جدا بالتاريخ كمان في مصر، قد ايه هو كرم، اتكلم من 1919 كمان حتى هذه اللحظة، قد ايه كان في تكريم وقد ايه كان في سعي كمان من المرأة. انا مش عايز اخش في حقوق المرأة قوي، بس احنا بنتكلم المرأة برضو هي دي المرأة الأم. فجميل جدا ان احنا لما نذكر كمان الأم نقول قد ايه بتكون قدوة، لان هي تربي اجيال واجيال مثقفة، اجيال واجيال تعرف يعني ايه قيمة المرأة في المجتمعات. خلينا بقى ننتقل برضو بموضوع او لموضوع مرتبط بالمناسبة دي، مناسبة عيد الأم، ومعرض المنتجات والمشغولات اليدوية اللي تم تنظيمه تحت اشراف الإدارة التنفيذية واللجنة العليا للجان بس بالنادي الأهلي بقى بالتعاون مع الإدارات المختصة. عايز اقول لحضراتكم شاهد مقر النادي يعني اقبال كبير جدا من الأعضاء على المعرض، وكمان الأعضاء كانوا بيتكلموا قد إيه المنتجات دي كانت عالية الجودة وكمان أسعارها مناسبة جدا. خلينا نروح نتابع. أنا أصلا هو المعرض ده بيبقى لنا كل سنة للي في النشاط النسائي، فبيبقى بيعلمونا، وفي يوم المعرض لينا يومين بننزل بالحاجات بتاعتنا. والله أنا بعمل كياس قماش وكياس خرز، وبعمل شنط، وعامل بورتفيهات، وعامل تابلوهات بالخرز هتصوريها الوقتي، وعامل ستارة خرز، عامل حاجات كتير جدا. يعني مدام سلوى حلمي
هي علمتنا كل حاجة، وديكوباج ولاكتوشين ورسم على الحرير وكل حاجة. بصراحة المعرض يعني عارضين حاجات حلوة جدا ومميزة، والأسعار تحفة جدا، ومجهود يحترم من الناس والله، وكلها حاجات جميلة. يعني احنا برا بنلاقي الحاجات دي بسعر 3 أضعاف هنا لا شيء يعني بصراحة يعني، والخامة والذوق عالي جدا جدا. طيب خلونا بقى نروح ونتابع مع حضراتكم حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو، وخصوصا ان في كلام على ان احتمال كبير يكون في موجة حارة اليومين الجايين. عموما نمشي واحدة واحدة، نشوف الاول درجات الحرارة بعد كده ندخل في التفاصيل. اتفضل. وواضح فعلا من الانفوجراف اللي احنا شفناه ان يعني درجات الحراره خلاص كده بتعبر على بدايه الصيف، وفعلا في موجه شديده جدا، يعني موجه حاره شديده جدا بتتكلم من 35 38 وفي 39. يعني نطلع بالصيفي ولا نتريث؟ ما هي دي بقى او دي النقطه، فما اعتقدش نطلع بالصيفي قوي يعني، مش عارف، يبقى نتريث. انا رايي نجيب دكتور محمود شاهين معانا بكره على المداخله ونعرف بالظبط الوضع بعد يوم الثلاث، لان حسب ما كان قال لنا من الحد تقريبا للثلاث الوضع هيكون كده، لكن ربما درجات الحرارة بعد كده تنخفض، فخلينا أحسن نعرف من دكتور محمود إن شاء الله بكرة. نكمل بقى مع حضراتكم، وزي ما احنا بنتكلم دايما ان النادي الاهلي يعني ماشي في سياق واضح جدا، بنتكلم ان هو ليه اهتمامات بكل حاجه بتهم المجتمع. ده بيظهر منين؟ ده بيظهر من انشطه اللجان تحديدا، وخاصه هنا لو هنتكلم بقى لجنه المراه تحت اشراف اللجان العليا بالنادي الاهلي اللي نظمت زياره للاعضاء لمعرض مهم بيقام ده تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو معرض البازار للحرف اليدويه والتراثيه واحتياجات كمان المنزل. وخليني اقول لحضراتكم بجد في اشادات كبيرة جدا كانت بالمعرض ده، وكمان السيدة انتصار السيسي زارت المعرض وأشادت شتى المصنوعات اللي كان كلها صناعة مصرية 100%. خلينا نروح كده نشوف التقرير ده وناخد جولة ونرجع نكمل. احنا أقمنا معرض البازار وشرفنا ان هو اتحط تحت رعايه فخامه الرئيس، وشرفنا بافتتاحه من قبل حرم سياده الرئيس الساده انتصار. معرض البازار ده امتداد لمعرض تراثنا. معرض تراثنا جهاز تنميه المشروعات بيقيمه عاده مره واحده في السنه، نبقى حريصين على ان يمثل فيه جميع محافظات الجمهوريه، وهو معرض خاص باحياء الحرف التراثيه واليدويه. تم إقامة معرض تراثنا دورتين على التوالي. آخر دورة فخامة الرئيس وجه أن يتم إقامة المعرض أكثر من مرة علشان نفتح مجال تسويق لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية،
وفي نفس الوقت بنفتح لهم مجال لتوفير فرصة العمل. واحنا طبعا كجهاز تنمية مشروعات احنا حريصين على هذا. فاحنا شفنا ان احنا اقامة معرض بحجم تراثنا قلنا نعمله مرة واحدة في العام، ولكن نقدر نعمل اكتر من معرض يكون اصغر منه شوية. فعملنا معرض البازار في قاعة أرض المعارض للجهاز هنا في مدينة نصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وحرصنا ان يبقى معانا عدد من المستفيدين لا يقل عن 400 عارض. معانا نسبة من السيدات تتجاوز 60% من السيدات العارضات، بالإضافة لأن تمثيل لجميع محافظات الجمهورية. إحنا في شهر مارس عندنا العديد من المناسبات اللي بتخص المرأة، فكرنا في لجنة المرأة أن إحنا لازم نحتفل بالعيلة المصرية يوم 20، وكلهم هيحتفلوا بالأمهات يوم 21. أتمنى أن كل أم تكون سعيدة يا رب، واللي موجودة والدته ربنا يبارك في عمرها، واللي مش موجودة ربنا يعوضه خير ويرزقه إن شاء الله الخير كله بإذن الله. إحنا ما خدناش المرأة بس، بل حرصنا ان احنا نكون الاسره كامله مشاركه في المعرض ده. اتحركنا من هناك وصلنا هنا، طبعا استقبال هايل. اول ما الناس شافت النادي الاهلي وصل، كل الناس عايزين يصوروا، وكل الناس عايزين يصوروا مع العلم. علم الاهلي اول ما بيطلع في اي مكان بتلاقي الناس كلها اتلمت، فطبعا كان استقبال هايل. ودينا للاعضاء ولنفسنا فرصه، احنا هنقضي هنا 6 ساعات النهارده، بحيث ان المكان كبير قوي ونقدر نستمتع بكل الحاجات اللي معروضه. اللي عايز يشتري يشتري، اللي عايز يعرف الاماكن دي حتى بعد كده موجوده فين، لان انت عندك مكان بيجمع كل المحافظات تقريبا في مكان واحد، فدي حاجه هايله بصراحه. وبنشجع الصناعه المصريه، والنادي الاهلي دايما بيقوم بالدور المجتمعي ده. احنا يعني كان فكرتنا انها هي خدمه مجتمعيه، بلس ان احنا يعني بنوفر حاجه للاعضاء ان هم ييجوا يشوفوا المنتجات دي، منتجات مشغولات يدويه ما حد مش دايما بنبقى عارفين عنها، يعني في حاجات كتير قوي مش بنعرف نروحها. فيعني كتر خيرهم جهاز تنميه المشروعات بيجمعوها لنا في معرض نقدر نيجي نتفرج ونشارك، وطبعا الاعضاء بيشتروا، فده منها مساعده مجتمعيه للناس اللي بتشتغل المشغولات دي، ومنها ان احنا بنخدم الاعضاء. جينا كلنا من اسوان، عندنا مشروعات كتير، اكتر من 10 مشروعات، مشروعات كلها هاند ميد، في الديكور، في الجلد الطبيعي، في عرجون النخيل، اعاده تدوير مخلفات النخيل، اكسسوارات، منتجات عنايه بالبشره والمنتجات الطبيعيه. استاذه عواطف هي صاحبه فكره الطفل المبدع، وحبت ان احنا نخلي ولادنا اللي بيمارسوا هوايات معينه ييجوا يشاركوا في البارتيشنات دي، بحيث ان هم نشجعهم على انهم متميزين وبيعملوا شغل كويس. فدي كانت فكره الاستاذه عواطف من جهاز تنميه المشروعات. بدانا نيجي وجبنا منتجات الاولاد، وحازت على اعجاب الناس وعجبهم جدا شغلهم، يعني ودي حاجه كويسه. فكره النهارده كانت رائعه، بان احنا لجنة المرأة وفرت لي ان انا اجي بولادي بزوجي، يعني هي كانت رحلة اسرية رقم واحد. قدرت ان انا اتحرك بالولاد، لان دوت ما كانش حاجة سهلة ان انا مستبعدة المشوار، لان احنا فرع زايد وكده. فكان الموضوع لجنة المرأة سهلت لنا ان احنا والباص من جوه النادي وهنرجع تاني على النادي، فدي كانت حاجة كويسة جدا من لجنة المرأة، وفكرة بصراحة لطيفة للأسرة ان هي فكرت ان احنا نتحرك كأسرية مش للمرأة فقط. اليوم النهارده كان يوم لطيف جدا ويوم جميل، وكان مع بيت الاعضاء وكده، فرحله جميله مع بعضينا. وبالنسبه للمعرض لا، في حاجات حلوه وبتشد، وكفايه ان احنا طالعين كلنا مع النادي موفر لنا ان احنا مطلعين كلنا احنا واولادنا وكده، فلجنة المرأة موفر لنا الموضوع دوت جميل جدا، والحاجات لا جميلة في المعرض ما شاء الله. أنا بعمل جلود، وكنت بلاقي ماما بتشتغل ساعات إيديها بتوجعها وما بتقدرش تشتغل، فكنت بقعد أخيط معاها وساعدها. بنجيب مثلا الكرتون بنعمل عليه المقاسات وبنحط عليه الجلد وبنقصه وبنخرم وبنبدأ نخيط. واضح انه كان يوم جميل كالعاده، والحقيقه زي ما لجنه المراه دايما بتعمل شغل زي الفل، لجنه الطفل هي كمان دايما ما بتعمل شغل زي الفل. نظمت مؤخرا المهرجان التعريفي الثالث بالعاب القوه، هدفه هو تعريف الاطفال الغير مشتركين في الالعاب الرياضيه بانواع العاب القوه المختلفه. يعني نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل اكثر من خلال هذا التقرير، ثم فاصل ثم عوده لاستكمال كلامنا. اتفضل.
النهاردة الحمد لله ده الختام للمهرجان ألعاب القوى اليوم الثالث اللي احنا بنحتفل به، هو التعريف بألعاب القوى. ألعاب القوى من الألعاب المهمة جدا الموجودة اللي النادي الأهلي بيحرز فيها مناصب عالية على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر بس. واحنا إن شاء الله يعني بنحاول إن احنا نظهر منها أكتر للأعضاء، وخصوصا الولاد اللي هم غير مشتركين في أي لعبة رياضية، أو الولاد اللي ما قدروش إن هم يكملوا في لعبة رياضية. ألعاب القوى ما بترتبطش بسن معين ولها ثقافة معينة مش واصلة لكل الأعضاء. المهرجان ده حاز إعجاب كل الأعضاء اللي شاركوا فيه، الولاد بيتعرفوا على رياضة مهمة زي رياضة ألعاب القوى. النهاردة في حاجة مميزة هنعملها، إن احنا هنكرم كل الأمهات الأبطال اللي ولادهم أبطال ودوا اللعبة دي بمناسبة عيد الأم. وإن شاء الله اليوم النهاردة هيكون مختلف عن المرات اللي فاتت، عندنا ألعاب كتير النهاردة مختلفة، الولاد هيشوفوا نفسهم ويشوفوا أطوالهم وأوزانهم وهل ده مناسب ولا هم محتاجين إن هم مثلا يخسوا في الوزن أو إن هم يسرعوا شوية. يعني المدربين النهاردة اللي معانا والمنظمين عاملين نظام للولاد إن كل واحد يخرج من اليوم مستفيد، هو عايز يعمل إيه بعد كده. عملنا قبل كده المهرجان دوت في فرع نادي الأهلي مدينة نصر، وبعدين فرع نادي الجزيرة، وبناء على طلب الأعضاء وانبساط الأطفال معنا فإحنا قررنا إن إحنا نعيده تاني في نادي أهلي هنا في فرع الشيخ زايد. طبعا الحمد لله ده ثالث يوم المهرجان التعريفي لألعاب القوة، طبعا اتعمل بناء على طلب أعضاء الشيخ زايد أول مرة عملناها في مدينة نصر، بعد كده أهلي جزيرة، والنهاردة تالت يوم. طبعا احنا من خلال المهرجان بنعرف أعضاء النادي لعبة ألعاب القوة والأبطال الموجودين فيها سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المصري أو أفريقي. طبعا الحمد لله شارك معنا النهاردة أكثر من 85 عضو. طبعا بنقدر من خلالها ان احنا الاعضاء اللي مش مشاركين في اي نشاطات رياضيه موجوده يشاركوا، ويقدر الطفل نفسه يعرف ايه المناسب ليه من ضمن لعب من اي لعبه منهم ويقدر يشارك فيها. احنا اسمنا اللجنه العليا للجان المعاونه، احنا تحتينا كذا لجنه لخدمه الاعضاء من اول الكبار السن، لجنه رواد لغايه لجنه الطفل، مرورنا بقى بلجنه الشباب، لجنه الاحتياجات الخاصه. فبنحاول او بنبقى حريصين ان احنا نقدم كل الخدمات لشرائح اعضاء النادي المختلفه او لعائله النادي، بمعنى اصح عائله النادي الاهلي. فالنهارده احنا فرع الشيخ زايد هنا مستهدفين الاطفال باذن الله، عندنا الجمعه اللي جايه المراه في الجزيره، وبعدين عندنا ايفنت بعد كده جزيره ومدينه نصر، فاحنا حريصين ان احنا نخدم كل اعضاء النادي في كافه الفروع. أهميته طبعا للطفل ان احنا بننمي القدرات الحركيه الاساسيه اللي هو بيحتاجها اي رياضي اللي يمارس حياته الطبيعيه او يلعب رياضه في العموم، اي رياضه عموما. ومن خلالها برضو بنقدر نكتشف بعض المواهب اللي نقدر نضمها عندنا في الفرقه، وبنقدم العاب القوى في الصوره اللي هي تليق بيها ان شاء الله. ويا رب نكون موفقين النهارده ان شاء الله ان احنا نقدم العاب القوى بالصوره اللي تستحقها. العاب القوى لعبه عريقه في النادي الاهلي، تقريبا 100 سنه او 110 سنه جوه النادي الاهلي، ابطالها موجودين من قديم الازل يعني. فبنتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم مهرجان كويس لاولادنا اولاد النادي الاهلي يعني. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنظبط الالعاب عشان نشوف الاطفال اللي هيستعدوا ان احنا بنختار منهم بعد كده الفرقه العاب قوى بالنادي الاهلي. بنحط البرنامج بلان للايفنت كله، بنظبط الالعاب وبنشوف عدد الاولاد، بنقسمهم فرق، وبعد ما نقسمهم فرق بنبدا نشوف السن، بيتقسموا حسب السن الاول وبعدين حسب القدرات اللي بنشوفها في الطفل وكده، وبنبدا نعمل بلان للايفنت كامل، وبعدين بنبدا نشوف الاول شو بعدين هيلعبوا، وبعدين ناخد صور. الحمد لله واليوم النهاردة كان حلو قوي، نفسي ببطلة كبيرة ولاعبة كويسة في النادي الأهلي.
اليوم كان جميل جدا، وشكرا جدا على اليوم الجميل دوت عشان هو كان يوم جميل جدا ولعبت العاب كتير فيه وكان يوم عجبني جدا، وشكرا جدا على اليوم الجميل ده. احلى يوم، لعبت العاب كتيره، جريت وعملت حاجات كتيره. هو احنا لسه ما خلصناش، بس اللي هتعجبني قوي الثلاثي. كان حلو قوي، وقعدنا نلعب واتبسطنا وعملت حاجات كتيره. رحب بحضراتكم مرة تانية، وزي ما نوهنا في بداية الحلقة في فقرة السوشيال ميديا في آخر فقرة معنا النهاردة في الحلقة، وعايزين حضراتكم تبعتوا تهنئة لوالدتكم، ولو عايزين كمان تحطوا صورة، ولو عايزين تقولوا لنا كمان جبتوا لها هدية ايه، ابعتوا لنا قولوا لنا ايه الهدية اللي جبتوها. انت جبت ايه بالمناسبة؟ والله انا مش عارفة، حاسة انت مش من النوع اللي بيجيب. عيب عليكي، صح؟ ثقتك فيا مهزوزة. وانت صغير كنت من النوع اللي بيجيب وردة وخلاص. طول عمري حنين. حنين؟ طول عمري حنين. طب كنت بتجيب ايه؟ بصي، في فترة من الفترات دايما كان بيبقى فيه راكورات كده، يعني في فترة يعني كذا سنة ورا بعض بالصدفة بتبقى شنط، مش عارف ليه هي بتيجي. والله العظيم بكلمك جد، بتيجي بالصدفة. في فترة برضو حقبة كده ما كانت مثلا ساعة، يعني في دايما حاجات معينة شبه راكور. شنطه برضو. شنطه برضو. لا انا قررت بقى، يعني اكتشفت ان الامهات بيحبوا الفلوس، يعني انت اديها فلوس وهي خليها تشتري اللي هي عايزاه. هي دي حاجه دايما، يعني هي تشتري هديتها بنفسها. انا حل عملي ده. عملت كده سيرفي، يعني والله سالت كذا حد، يقولوا لي بصوا يعني ما تكلفوش نفسه، هاتوا واحنا نشتري. يعني بجد والله سالت كذا حد، فبتهيالي دي احسن حاجه. المهم يكونوا بس هما سعداء. لا هي طبعا يعني من غير حاجه خالص، هما لا مستنيين. دي حاجه رمزه طبعا. والله ما فيش ام تبقى مستنيه هديه ولا اي حاجه، بس ده تعبير يعني عن التقدير، تعبير عن الحب. يعني خليني اقول لك على حاجه، طبعا احنا بنهزر، بس حتى لو حضن، حتى لو ورده، الحاجات دي بتفرق جدا مع الامهات. زي ما قلنا طبعا. هي الام في الاول وفي الاخر ما بتبقاش بتعمل اي حاجه عشان مقابل، هي بتعمل ده لان دي الفطره اللي ربنا يعني اداها لها او خلقها بيها. العجيب من قديم الازل ان دايما الاولاد ما بيبقوش واخدين بالهم قوي من مدى حجم الدور المهم اللي الام بتلعبه، وكمان الاب على فكره. امتى بقى يبتدوا ياخدوا بالهم؟ لما هم نفسهم يخلفوا. صح. فعلا بيدركوا ويبصموا بالعشره ان لا، الام دي ملهاش زي، وان الاب كمان هو كمان ملوش زي الحقيقه. صحيح. كل سنه وكل ام بخير يا رب. نروح بقى زي ما متعودين مع حضراتكم دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي فرق المختلفه مع سالة حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي، ونصبح لك انا وكريم. صباح الخير، برحب بيك انا هواند، وبرحب بيك طبعا يا كريم، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. هكون دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وكمان الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر فيتسو موسيماني. بس خليني قبل يعني ما اتكلم عن جميع اخبار الفرق الرياضيه اقول لكل ام مصريه كل سنه وحضرتك طيبه، طبعا بمناسبه عيد الام. يا رب دايما كل الامهات يا نهاوند ويا كريم في صحه وخير وفي سعاده دايما. طبعا خليني بقى ارجع لاخبار جميع الفرق الرياضيه، وهبتدي بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني. يمكن يعني بعد راحه سلبيه لمده 5 ايام منحها المدير الفني للاعبيه بعد مباراه فيتا كلوب واللي اقيمت في الكونغو. ان شاء الله يعني الفريق هيعود يستأنف تدريباته مره اخرى يوم الثلاث، يوم 23 مارس الثلاث المقبل ان شاء الله. ولكن يعني انا هواند خليني اقول لك ان يعني التدريب هيشهد عدد كبير طبعا من الغيابات، معظم لاعبي النادي الاهلي هيكونوا متواجدين في يعني انضموا وهيكونوا متواجدين في معسكر منتخب بلدهم، يعني سواء يعني منتخب مصر او المنتخب الاولمبي او يعني المنتخبات اللي بره. كمان في يعني لاعبي النادي الاهلي استاذنوا الجهاز الفني عشان يسافروا لاسرهم يعني في الخارج، والجهاز الفني يمكن وافق لبدر بنون وجونيور اجايين ان هم يسافروا عشان يقضوا بعض الوقت مع اسرتهم، وهيعودوا مره اخرى للتدريبات ان شاء الله بعد انتهاء فتره الاجازه يوم الثلاث المقبل. ده بالنسبه لاخبار الفريق الأول لكرة القدم. خليني أروح لأخبار الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، وكالعادة هبتدي بأحوال الفريق الأول لكرة السلة سيدات تحت قيادة الكابتن علي هاشم. يعني وبعد طبعا مباراة أمس والتركيز الشديد اللي كان موجود في المناطق الهجوم والدفاع، قدروا سيدات السلة أنهم يحققوا الفوز على نادي الشمس امبارح بنتيجة 73-51.
يمكن كابتن علي هاشم بعد يعني المباراه قرر بدون راحه لاعبات النادي الاهلي ان هم يواصلوا تدريباتهم النهارده ان شاء الله الساعه 7 بمقر النادي استعدادا للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي سموحه يوم الثلاث الساعه 6 وهتقام على نفس الصاله دايما بتمرن عليها لاعبات النادي الاهلي وهي صاله الشهداء بمقر النادي. كمان رجال السله بعد فوزهم الاخير يعني في المباراه الماضيه امام نادي الاتصالات بنتيجه 96-79 المباراه اللي يعني اقيمت على المركز الاولمبي بالمعادي النهارده ان شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي الساعه 6 بمقر النادي عشان يستعدوا يعني لمباراه غد مباراه مهمه وقويه تجمع ما بين النادي الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعه 8:30 مساء في بطوله دوري السوبر للرجال وهتقام ايضا على نفس الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل. خليني بقى اروح لاخبار الكره الطايره داخل النادي الاهلي وهبتدي بسيدات الطايره او دايما زي ما بيحبوا يلقبوهم يعني جماهير النادي الاهلي فتيات الذهب تحت قياده الكابتن حمدي الصافي. النهارده ان شاء الله هيتمرنوا الساعه 5:30 وبعد التدريب يعني مباشره الجهاز الفني ولاعبات النادي الاهلي هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا لمباراه غد امام نادي الشمس وهتقام في تمام الساعه 8 مساء على صاله الشهداء بمقر النادي. كمان رجال الطايره يعني دايما هم بيتمرنوا على فترة واحدة النهاردة هيتمرنوا على فترتين فترة صباحية وفترة مسائية. الفترة الصباحية تكون لمدة ساعة من الساعة 12 للساعة 1 والفترة المسائية من الساعة 8 للساعة 10 عشان يستعدوا بشكل أقوى يعني نهواندو يا كريم لمباراة غد أمام نادي الزمالك واللي هتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة المقاولون العرب طبعا في الأدوار النهائية من بطولة الدوري العام لكرة الطايرة. ده كمان يعني بالنسبه لاخبار الكره الطايره داخل النادي الاهلي استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه. كمان رجال اليد وبعد فوزهم في المباراه الاولى في الدور الثاني من بطوله الدوري امام نادي الطيران بنتيجه 41-29 يمكن بعد ايضا المباراه الكابتن طارق محروس قرر ان هو يعني يريح اللعيبه شويه لمده يوم فقط وهيعودوا النهارده ان شاء الله للتدريبات عشان يستعدوا يعني لمبارياتين مهمين جدا في الدوري مباراه يوم الخميس امام نادي هليوبلس ومباراة يوم الجمعة أمام نادي الجيش طبعا في طلائع الجيش في بطولة الدوري. وسيدات اليد امبارح حققوا الفوز على نادي المعادي وفي المباراة اللي أقيمت طبعا على صالة نادي المعادي وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 20-5 وده طبعا يعني كان بفضل تعليمات الكابتن يعني يحيى يوسف والأداء المتميز والأداء القوي اللي قدموه لاعبات النادي الأهلي خلال أو طوال المباراة. يعني دي أنا هواندو يا كريم ما كانت أخبار وأحوال جميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي وأكيد الفريق الأول لكرة القدم. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. جميل جدا يا سالة يعني أخبار حقيقي استفدنا بيها. بس أنا عايز أسألك حاجة لأن إحنا كنا لسه بنتكلم عن الطقس فأنا حاسة أن أنت لابسة تقيل، هل الجو فعلا دلوقتي حر برد عفوا ولا الجو إيه دلوقتي؟ يعني أنت مش حرانة؟ طيب واضح ان هي راحت مننا مش مشكله. لا هو انا حران. اتفضلي معاكي انا هواند. لا انا حرانه فعلا الجو يعني درجه الحراره مرتفعه شويه يمكن انا نزلت يعني من البيت بلبس تقيل شويه زي كل يوم يعني عشان لو درجه الحراره طبعا منخفضه لكن يعني فوجئت ان درجه الحراره كانت مرتفعه النهارده فانا لا يعني اكيد حرانه شويه يعني. تمام شكرا ليك يا سالة جدا. هو عموما الجو يخدع لان انت ما تبصي كده تحس الدنيا مغيمه فتفتكري ان الدنيا برد بس فعلا لكن الجو مش برد فعلا. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريده اليوم السابع مع مراسلتنا العزيزه نورهان طمان ونتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في كل الصحف والمواقع المحليه والعالميه. نورهان صباح الفل عليك اتفضلي احنا سامعينك. يا نورهان يا ترى سامعاني دلوقتي؟ في عكوسات كده في ايام بتيجي فيها عكوسات كده مش مكتوب. بس هرجع واقول لك على فكره بالمناسبه لغايه لما نورهان ترجع لنا لو مكتوب لها عوده لينا أيوة. ما نقول احنا المانشيتات ايه رايك في الفكره والله دي؟ يعني ما... طيب ولا رجعت؟ لا واضح ان في مشكله فعلا في التواصل مع نورهان. طيب ندخل بقى على الاخبار العالميه خلينا بقى طيب
نكمل خلينا مع حضراتكم، نحاول نرجع مرة تانية لنورهان. نروح ليه دلوقتي الأخبار العالمية في رياضة التنس، تنس الريشة تحديدا. تأهلت التايلندية راتشينوك إلى نصف نهائي بطولة هنا إنجلترا المفتوحة للتنس الريشة، ده جه بعد فوزها على الدنماركية ميا باتشلوف بمجموعتين مجموعة في ربع النهائي. طيب رجعت لنا مرة تانية زميلي العزيزة نورهان طمان المتواجدة حاليا في مقر جريدة اليوم السابع. نورهان صباح الفل عليكي، وأتمنى تكوني سامعاني دلوقتي. سمعاك يا كريم، صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان. وقبل طبعا ما نروح لأخبارنا ونروح لأي حاجة، يعني نقول لكل أم كل سنة وانتي طيبة النهاردة طبعا بمناسبة عيد الأم. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن أيضا زي ما عودناكم هنفكركم بأهم المباريات اللي هتقام اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي. تشيلسي هيواجه شيفيلد يونايتد الساعة 3:30 الظهر، وليستر سيتي هيواجه مانشستر يونايتد الساعة 7 مساء. أما بقى في الدوري الإنجليزي، ويست هام يونايتد هيواجه أرسنال الساعة 5 مساء، وأستون فيلا هيواجه توتنهام الساعة 9:30 مساء، وختافي هيواجه أو في الدوري الأسباني ختافي هيواجه إلشي الساعة 3 العصر، وفياريال هيواجه قادش الساعة 5:15 مساء، وفالنسيا هيواجه غرناطة الساعة 5:15 مساء أيضا، وأتلتيكو مدريد هيواجه ديبورتيفو ألافيس الساعة 7:30 مساء، وأخيرا ريال سوسيداد هيواجه برشلونة الساعة 10 مساء. نروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع. الأهلي يحذر لاعبيه من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال الأجازة. حذر الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي والمدير الفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق من التهاون في يعني التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الأجازة اللي منحها للاعبين عقب العودة من مباراة فيتا كلوب في طبعا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، واللي كان تفوق فيها النادي الأهلي بثلاثية نظيفة. وطبعا عاد الفريق يعني يوم الأربع الماضي وخد أجازة خمسة أيام، وكابتن سعد عبد الحفيظ يعني يمكن بيطلق تحذيراته للاعبين لطبعا يعني التخوف من تخوفات من تفشي فيروس كورونا. ومن موقع في الجول، محمد صبحي انضمام الشناوي في الاولمبياد اضافه للفريق. قال حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري محمد صبحي، وحارس مرمى يعني اللي يمكن منضم حديثا او منضم لمعسكر المنتخب الاولمبي بقياده كابتن شوقي غريب، انه انضمام محمد شناوي نجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاول لقائمه الفريق في طبعا فعاليات طوكيو المنتظره هو اضافه نظرا لما يقدمه محمد شناوي من امكانيات فنيه واداء فني عالي جدا في الفتره الاخيره سواء على المستوى المحلي او الافريقي مع النادي الاهلي. ومن جريدة الشروق اليوم، المنتخب الوطني يبدأ معسكره لمباراتي كينيا وجزر القمر. يعني قرر طبعا كابتن حسام البدري النهارده بدء يعني معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022، وده يمكن بعد الحاله اللي لمسها حسب ما جاء في تقرير الشروق، الحاله اللي لمسها كابتن حسام البدري على اللاعبين من الإجهاد خاصة بعد عودة لاعبي النادي الأهلي وبيراميدز من المشاركات الإفريقية، وأيضا خوض لاعبي نادي الزمالك المباراة الأفريقية الأخيرة أمام الترجي، وبناء عليه قرر النهاردة يمكن كابتن حسام البدري أن هو يبدأ معسكره استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر. وأخيرا بقى معنا من موقع روسيا اليوم، ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم صامد منذ نصف قرن. بيقدم طبعا النجم ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ مستويات فنية كبيرة جدا وعالية جدا، وبيقترب من تحطيم رقم الأسطورة مولر في يمكن هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني برصيد 40 هدف في موسم 71-72. يعني ليفاندوفسكي يقترب برصيد 34 هدف ويبقى له 6 أهداف فقط بعد طبعا ما سجل امبارح 3 اهداف في مباراه بايرن ميونخ وشتوتغارت واللي انتهت بفوز بايرن ميونخ والعملاق البافاري ب4 اهداف دون رد. ليفاندوفسكي ينتظر تحطيم رقم مولر، وده طبعا هيكون هو حتى الان ثاني هداف او ثاني هدافين الدوري الالماني. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعوده للاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان مراسله قناه النادي الاهلي. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم على لعبة التنس وكأس سانت بيترسبرغ، حيث تغلبت اللاعبة الروسية داريا كاستاكينا، أتمنى أكون بنطق الأسماء بشكل مظبوط، على منافستها سفيتلانا كوزنتسوفا في مباراة نصف النهائي الثانية في هذه البطولة.
طيب خلونا نروح لرياضة التزلج. فاز النرويجي يارل مانوس بلقب جولة التزلج الشمالي المزدوج في بطولة كاس العالم بعد ما حصد لقب للمرة الثالثة على التوالي وتغلب على الياباني أكيتو واتابي. خلينا نروح بقى على رياضة الفروسية وتحديدا في بريطانيا اللي الحقيقة بتشتهر من زمان جدا ان فيها مجموعة من اهم حلبات الخيل على مستوى العالم ككل. فازت الخيل مينيا اندو بكأس تشيلتنهام الذهبية للفروسية في انجلترا. طيب خلينا نختم مع حضراتكم بخبر وهو خبر يعني احزن العديد من المتابعين لان كان في وفاة هنا بيتر لوريمر اسطورة ليدز يونايتد وهدافه التاريخي مع نادي ليدز يونايتد. وفاة نجمه وهدافه التاريخي بيتر لوريمر اللي وفاته المنية بعد صراع طويل مع المرض ده كان عمر 74 عام وخاض بيتر خليني اقول لحضراتكم يعني 705 مباراة بقميص ليدز يونايتد. ده كان في مختلف السباقات خلال فترتين الاولى منذ عام 1969 حتى عام 1979 والثانية كانت من 83 حتى 85 سجل خلالها 238 هدف عشان يكون بقى الهداف التاريخي للنادي. زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني أحزن العديد هذا الخبر من متابعين على السوشيال ميديا وكان هو يعني متميز جدا في فترة الستينيات والسبعينيات اللي حصد كمان فريقه لقبي الدوري بجانب كاس الاتحاد الإنجليزي وكاس الرابطة الإنجليزية مرة قاد كمان الفريق لنهائي كاس أوروبا دوري الأبطال حاليا كما يطلق عليه لكن خسر أمام بايرن ميونخ ده كان عام 1975 وسجل كمان هدف تم إلغائه بداعي التسلل لكن تسبب كمان في جدل كبير في الوقت ده. أنا بحكي مع حضراتكم يعني أبرز ملامح التاريخ الخاصة بلوريمر وخليني أقول لحضراتكم الحاجات كمان المهمة في مسيرة لوريمر إن هو لاعب بقميص منتخب اسكتلندا 21 مباراة دولية ولعب كل كمان مباريات المنتخب في بطولة كأس العالم عام 1974. طيب بالخبر ده كده احنا بننهي الفقرة الأولى وهي الفقرة الإخبارية. زي ما قلت حضراتكم أنا وكريم في بداية الحلقة النهاردة يوم أكيد مميز 21 مارس فعيد الأم فحبينا ان احنا كمان نتكلم النهاردة في فقراتنا كلها وكمان نبروز كده يعني المرأة ودورها وجايبين نماذج مختلفة تحديدا كمان ركزنا على رياضيات يعني وابطال ونحكي معاهم كده وكمان مش بس هم اللي يعني حققوا طفره في حياتهم الرياضيه لا كمان نقلوا ده لبناتهم فقصص جميله خلينا نسمعها منهم بس بعد الفاصل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا من خلال حلقه النهارده عايزين ننور فكره الامهات الناجحات للابناء الناجحين فبطبيعة الحال كل فقراتنا هنتكلم من خلالها عن الامهات وعن ازاي بيقدروا يعني يتحملوا كل الاعباء يعني الكتيرة قوي والتقيلة قوي الحقيقة عشان ينجحوا في أدوارهم كأمهات وكمان عشان يقدروا يشوفوا أولادهم هم كمان بدورهم ناجحين. طبعا كلام كتير جدا عن دور الأم في حياتنا ومفيش الحقيقة يعني حاجة نقدر من خلالها نوطيهم حقوقهم ولكن أدينا بنحاول نجتهد بأن احنا نبروز الأمومة وماهية الأمومة. معانا في الفقرة الأولى كابتن سلوى محمود وهي إداري بأكاديمية يد النادي الأهلي وأم للاعبتين في النادي الأهلي جنة وسلمى. صباح الفل وكل سنة وحضرتك طيبة منورانا. صباح الفل نوركم صباح الخير يا فندم صباحك طيبة وكل أمهاتنا مرة تانية. ويمكن جنة كانت معانا جت معانا في 10 الصبح واتكلمت كمان أنا فاكرة كويس قوي معايا أنا وكريم عن دور حضرتك كمان في يعني مشوارها وقد إيه برضه كنت داعمة ليها يعني داعمة ليها بشكل كبير جدا. فخلينا نبدا بس مش من جنة بقى هي نبدا بحضرتك. حضرتك كنت رياضيه قديمه واكيد برضو كان وقتها مش زي دلوقتي مفهوم الرياضه خالص. النسائيه ازاي ابتديتي حضرتك في مجال الرياضه وهل كان في تحديات وهل كان اهل حضرتك بيشجعوكي يعني خلينا نبدا من الحته دي. هو انا ابتديت سباحه في النادي الاهلي وكان عندي 5 سنين فطبعا بابا وماما ربنا يديهم الصحه هم اللي كانوا متوليني. طبعا الفتره دي فعلا كان دور اولياء الامور مش ظاهر قوي زي دلوقتي او الاهتمام بالرياضه ما كانش يعني كان فيه طبعا رياضه واهتمام بالرياضه بس الكونسبت ان يبقى اطفال ونوديهم سباحه ونروح تمرين الفجر والكلام ده فكان لسه يعني. بس بابا وماما ربنا يديهم الصحه طبعا هم اللي ابتديت مع السباحه 5 سنين وبعد كده ابتديت بقى هاندبول 12 سنه والحمد لله فضلت في هاندبول ومنتخب مصر واتجوزت وخلفت ولعبت شويه وبعد كده اعتزلت. اوكي طبعا ربنا يدي للوالد الصحه وطول العمر بس احنا عايزين نقف شويه عند الوالده بصفه خاصه.
بيتهيالي لو ما كانتش والده حضرتك عملت معاكي كده انت شخصيا من وانت عندك 5 سنين وبتاخدك تمرينات صبح وظهر وفجر في بعض الاحيان على حد يقولك، ما كنتيش انت كمان بدورك هتعملي كده مع البنات؟ اكيد إيه؟ طبعا طبعا يعني طبعا. عايزين بس يعني نبين للناس اهميه ان لما الام بتحسن تنشئه الاولاد صح. الاولاد هم كمان لما ربنا يعني يكرمهم ويرزقهم باولاد هم كمان بدورهم هيعرفوا ازاي يربوا. اكيد طبعا. لا ماما ربنا يديها الصحه، يعني كان موضوع الرياضه ده بالنسبه لنا كان يعتبر شيء اساسي، وشيء اساسي ان اروح التمرين وارجع من المدرسه واروح التمرين. وطبعا هي كانت يعني فتره بعد الظهر هي بصراحه اللي كانت متحمليها. بابا ربنا يديله الصحه ويشفيه يا رب، هو كان ممكن بيوديني تمارين الصبح، لكن ماما تمارين بعد الظهر هي اللي كانت متولياها كلها. بالنسبه للهاندبول كنت كبرت شويه فابتديت اعتمد على نفسي، وكانت اختي الكبيره كابتن سحر محمود معايا، فهي كانت بتلعب هاندبول، ف يعني ابتدى الدور ماما يعني ينسحب شويه، لكن ان هو فكره الرياضه وفكره ان في رياضه وفكره كانت طبعا هم خلاص اسسوا بالظبط. فكان لا دورها كبير، وعلى طول حتى لغايه دلوقتي مع بناتي يعني تتصل وقت الماتش ايه الاخبار وكام كام وصلتوا لايه. فلا ربنا يديهم صحه، يعني لا طبعا دور ماما كان كبير جدا معايا، وهو ده اللي خلاني ان انا يعني هي مش يعني في اهالي مثلا ازاي ما تجوناش عندنا تمرين ايه، يعني عندكم تمرين ايه، يعني عندكم بطوله، لا هم متفاهمين جدا للدور ده. يعني ماما متفاهمه جدا ربنا يديها الصحه لموضوع ان في رياضه، معلش يا ماما ممكن اقصر معاها شويه، فلا ربنا يقويكوا انا عارفه كده يعني. فطبعا لا دور الام بيبقى بيفرق جدا، وخصوصا لو الام مهتمه بالرياضه، ولو الام رياضيه في حاجات كتير بتتغير. بس فربنا يقوينا بقى وكل سنه وكل الامهات بخير يا رب. يا رب ويخليهم لنا ويرحم زي ما قلنا برده في البدايه كل ام ويصبر اولادها ودايما نفتكرهم بدعوه يعني. بس شق بقى ان احنا بنتكلم برضو عن يعني عيد الام، برضو لازم نتكلم عن التضحيات، واكيد والده حضرتك او حضرتك في جزء تضحيات قدمتوه ومش منتظرين يعني اي مقابل يعني تجاهه، ف ايه اللي حضرتك بصراحه جدا، ويمكن يكون الكلام ده اول مره لو بنات حضرتك دلوقتي بيتفرجوا يعرفوا ايه التضحيات اللي كنت بتعمليها في الصمت لمجرد بس انك عايزه البنات يكونوا حتى الجو العام متاح ليهم ان هم يتمرنوا وان هم كمان يكونوا يعني ناجحات على الصعيد الدراسي، لان المعادله ما اعتقدش سهله. بالظبط، يعني هم مثلا ممكن يكون اليوم متنظم بالنسبه لهم وهم مش فاهمين انا بعمل مجهود قد ايه عشان انظم وقت الدرس مع وقت التمرين مع المدرسه. هم يعني البلان محطوطه وهم ماشيين عليها، هم مش عارفين المعاناه اللي انا بعانيها. بقى حضرتك كنسلتي حاجات كتيره وايفنتس وحاجات خاصه بيكي لمجرد انك عايزه تروحي معاهم. وبعدين انا ابتديت شغل من حوالي 4 سنين، فابتديت يعني في فتره معينه كنت هم نمرة واحد لغاية ما ابتديت أشوف بقى الدنيا فيها إيه بالنسبة لي يعني. فطبعا هم كل ده مش يعني، بس هم ربنا يوفقهم، هم برضو ملتزمين ومجرد أن الطفل بيبقى حابب الرياضة فبيساعد صح، فبتفرق بقى أن لازم نخلص حاجات علشان ورانا حاجات. فحتة التنظيم دي مجهدة جدا بالنسبة للأم، أن هي تظبط ميعاد التمرين مع مواعيد الدروس مع مواعيد المدرسة. فالموضوع ده يعني ومشاوير بقى، يعني ممكن مثلا الدرس الساعه 6 فممكن الدرس يبقى جنبينا فلا مش هينفع، فالدرس نخليه الساعه 8 في التجمع مثلا. بتوصليهم بحرك كل الحاجات دي ها يعني؟ الحمد لله. طبعا يعني الامومه من حيث المبدا كغريزه وكفطره ربنا زرعها في الست، يعني اكيد صعب يعني الكلمات تديها حقها او حتى توصفها، بس ادينا بنحاول نقرب الكلام عشان نفند كده تفاصيل الامومه. يعني من وجهه نظر حضرتك بعد ما كنتي خضتي فتره زمنيه من حياتك كابنه لام احسنت التربيه، وحاليا الوضع اتغير حضرتك بقيتي ام احسنت التربيه لبناتها، الامومه دي ما هيتها ايه؟ هي الامومه لو قلنا الام تساوي مجموعه كلمات عطاء. عطاء حلو، يعني هي الأمومة عطاء بدون مقابل. وممكن الموضوع ده حسيته لما بقيت أم،
حسيت قد ايه ماما تعبت، وانا في الفتره دي ما كنتش مستوعبه طبعا كميه التعب اللي هي تعبته. ابتديت احس بعد كده وانا ام كميه المعاناه والتعب والتضحيه اللي هي بتعملها. بس الحمد لله يعني هو عطاء بدون مقابل. يعني الواحد مش مستني مقابل، هو المقابل الواحد مستنيه النتيجه النهائيه ليهم. هي دي احسن حاجه الواحد يشوفها بالنسبه للبنات. دي الترضيه او الجايزه يعني. بالظبط، هو ده المقابل اللي الواحد مستنيه. بس هو يعني الحمد لله هو الواحد بيعمل وكله عند ربنا ان شاء الله. كله عند ربنا فعلا. بس في نقطه مهمه، ان احنا لو جينا اتكلمنا برضو اكيد الاب ليه دور في مسانده الام. بمعنى لو انا ام وشايله كل حاجه على يعني مش كتافي بقى على دماغي، ومفيش اب بيساعد ولو حتى يعني بكلمات تشجيع، الموضوع برضو مش هيتم. يعني هتلاقي القصه مش ماشيه بسلاسه، مش هتلاقي النتيجه في الاخر فعلا اللي هي النتيجه اللي احنا بنتمناها. فبرضو دور الاب والد حضرتك، دور الزوج، لان ده برضو شيء بيكمل القصه كلها. طبعا يعني انا بالنسبه لبابا ربنا يديله الصحه ويشفيه يا رب، كان متعاون جدا يعني. اولا تشجيع، غير التشجيع ان هو كان بيساعد كمان. بالنسبه لزوجي هو كابتن محسن سليمان، هو كان لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي كره اليد. هو ظروف شغله ما بتسمحلوش ان هو يبقى متواجد دايما مع البنات او معانا، بس يعني كفايه ان هو مثلا موافق ان احنا يعني وقت كبير بنبقى بره البيت. فهدي تعتبر مساعده منه، ان مفيش اعتراض برده. ده يعتبر تشجيع للبنات. عارف هم واصلين لايه، ممكن يكونش متواجد معاهم بس عارف هم واصلين لايه. ف وبعدين ماديا طبعا ربنا يديله الصحه اكيد. موضوع يعني شايله طبعا. طبعا أكيد. فده بند كبير يعني. لا، وفي بدايه جوازكم اكيد برضو فكره ان رياضيه تتجوز من رياضي غير لما تتجوزي حد ملوش علاقه بالرياضه، فمش هيتفاهم ان يعني مش هيتفاهم ان في وقت للتمرين لازم مثلا اصحى الفجر او صح. اصحى مواعيد معينه مش هتكون موجوده. فالموضوع بالظبط لان انا اصلا لعبت كمان بعد الجواز، يعني خلفت بنتي الكبيره ولعبت وبعد كده اعتزلت، وهو كان لسه بيلعب، فكنا ساعات بنسافر بطولات مع بعض. فيعني لا طبعا متفهم يعني ايه رياضه ويعني ايه هننزل ويعني ايه عندنا ماتشات ويعني ايه هنسافر عندنا ماتشات. فالحمد لله الدنيا لطيفه يعني. جميل. جنه وسلمى جنه ولا صح كده؟ جنه وسلمى ربنا يفرحك بيهم وتشفيهم احلى عرايس في الدنيا. هم بسم الله ما شاء الله عليهم ناجحات جدا، سواء اكاديميا على صعيد الدراسه او حتى رياضيا. انا عايز اسال حضرتك اكتر الاوقات اللي بتكوني فعلا حاطه فيها ايدك على قلبك، هل فتره الامتحانات مثلا بتكوني خايفه عليهم وقلقانه، ولا فتره البطولات والماتشات المهمه، ولا اني توقيت بيبقى فعلا ايدك فيه على قلبك زي ما بيقول؟ طبعا الامتحانات بس يعني بتعدي مفيش مشكله، لكن لما بيبقى في ماتشات جامده او بطوله جامده لا الوضع بيبقى مختلف فعلا يعني. بتقلقي اكتر في البطولات عن الامتحانات؟ بحس ان انا لان يعني لا لما بطوله والنادي الاهلي فلا الوضع بيبقى مختلف، وهي بتبقى متوتره شويه، فلازم يعني ممكن اهديها اكتر ما اهديها للامتحانات يعني عادي. امتحان رايحين امتحان مفيش مشكله، لكن لما بتبقى بطوله وماتش جامد لا الوضع بيبقى مختلف شويه. ابتدي اهلها نفسيا ويعني ان الماتش جامد لازم نركز، وابتدي اهلها ان عادي الرياضه مكسب وخساره، بس احنا النادي الاهلي لازم نكسب، مفيش عندنا حاجه اسمها خساره. عادي لو الماتش حصل فيه دروب عادي ان احنا نكمل. بصي الاهلاويه برضو مفيش فايده والله. الاهلاويه ما لهمش حل. مش كانت الجمله اللي فاتت يا ست الكل اللي الرياضه مكسب وخساره؟ ايوه بس احنا كاهلاويه مفيش حاجه اسمها خساره. هو بيقول لك سواء الاهلي كسب او الاهلي كسب. فاهم ازاي؟ هي كده معاك حق. يعني احنا مثلا لما نخسر دي مشكله، لو جبنا درجه وحشه الموضوع يعني ممكن يعدي شويه. شوف لدرجه ايه. والله صح فعلا. طب خليني اروح بحضرتك برضو، يعني انا معلش هنستغل وجودك كأم وكرياضيه ونعمل انعكاس على المجتمع دلوقتي، لان احنا بنشوف كتير قوي بنات حتى شابات صغيرين تحسي ان هم للاسف يعني بلا هدف. لا يعني مش بس بلا هدف، ما حدش بيقول لهم مثلا انتوا هتعملوا ايه في الحياه، ولا هم عايزين يقدموا حاجه. ده بقى الخلل ده، لان دي نماذج موجوده للاسف، ده بيرجع لايه؟ بيرجع
للتربية بيرجع لعدم وجود الأم بشكل حقيقي. برضو حضرتك كأم كلمينا، لأن مش كل البيوت فيها هذه التربية اللي هو أنا حريصة أن بنتي تطلع بطلة، حريصة أن بنتي توازن ما بين الدراسة والرياضة. يعني النماذج الموجودة دي لو حد بيسمعنا إزاي يحاول يتجنبها في حياته؟ يعني أعتقد أن هي سلبية جدا. سلبية جدا. هو أهم حاجة ما يبقاش فيه وقت فراغ. أيوة دي نقطة كويسة، لأن وقت الفراغ هو اللي بيبتدي يعمل مشاكل خصوصا بنت أو ولد. فالرياضة مالية جزء كبير من الوقت، فما عندناش وقت. فأكيد لو حد مش بيمارس رياضة، أكيد مش كل الناس بتمارس رياضة. فممكن نستغل وقت الفراغ بقى في أي هواية، مش لازم تكون رياضة. فلازم الأم توصل للحاجة اللي تبقى مفيدة للولد أو للبنت بحيث تستغل وقت الفراغ ده، لأنه وقت الفراغ هو اللي بيعمل كل المشاكل سواء للصغيرين أو الكبار. وده رجع برضو للأم ممكن كابتن سلوى، يعني ممكن الأم تكون أصلا حياتها كده، يعني ما فيش هدف فيها، فبالتالي بتنقل يعني للبنت. أكيد. فإحنا أكيد نستغل برضو النهاردة أن حتى لو أم حياتها ما حققتش اللي هي عايزاه، ما تعكس ده على بنتها، بالعكس تحاول تعوض. هو أهم حاجة اللي إحنا كل يوم يعني نصحى فيه بعون ربنا كده، لازم يبقى فيه هدف، فيه خطة لليوم، عارفين الساعة كذا في كذا، الساعة كذا في كذا، ما يبقاش المواضيع مبهمة. فحتى لو إحنا في وقت هيبقى هنقعد على الموبايل، هنخرج، بس برضو معروف إحنا منظمين الدنيا. لكن اليوم يعني اليوم زي النهاردة زي بكرة زي بعده لا، ما ينفعش. هو النقطة اللي حضرتك وقفتي عندها الحقيقة في منتهى الأهمية، فعلا وقت الفراغ هو اللي عادة بينتج عنه الكثير من المشاكل. أم سلمى أنت نورتينا، ربنا يفرح قلبك بجنة وسلمى، وتشوفيهم أحلى بنوتات وأحلى عرايس وأحلى بطلات في الدنيا. بشكرك على وجودك، شرفت بوجودكم جدا. وإحنا كنا سعداء بحضرتك وسعداء بالنموذج اللي إحنا شايفينه، وبنتمنى كل الأسرة يكون فيها النموذج ده، لأن الأم هي برضو يعني الأساس. طبعا الأب ما يعني محدش هيقدر يقول إن هو ملوش دور، ده دوره حقيقي ودوره برضو كبير جدا، ولكن الأم هي الأساس، الأم اللي بتعكس، الأم هي اللي دايما بتكون عايشة في تفاصيل بنات وولادها، فهي الأقرب كمان إن هم تدفعهم للأمام. فنتمنى كل بيت مصري يكون فيه نموذج لمرأة فعلا بتربي أجيال هي عايزاهم يبقوا حاجة ويبقى ليهم تأثير إيجابي في المجتمع، سواء ولد أو بنت، ما بتفرقش، العبرة كفاءة. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل، ومعنا نموذج آخر رائع من المجتمع حول المرأة. فاصل ونرجع. رحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنتكلم عن نماذج يعني مميزة جدا، والفقرة دي معنا نموذج مثالي للرياضية الأم، كابتن مي نصر، مدرب مساعد عمومي سيدات الأهلي. صباح الخير والجمال، وكل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة، صباح الفل. أم صغنونة جدا. مش قوي يعني. لا برضو إزاي؟ الحمد لله. طمنين على الهدايا، حصل ولا مفيش نصيب؟ لا لسه مفيش نصيب يعني. أوبا. يمكن بعد 10 الصبح يبقى في نصيب. ده لازم لحد دلوقتي هنفضحهم لك دلوقتي. إزاي يفوتوا حاجة زي كده؟ حمزة 10 سنين وخديجة 6 سنين. طب 10 سنين صغيرين يعني، يمكن سنين بالليل ان شاء الله يحصل. ربنا يفرحك بيهم. امين يا رب. المهمة مش سهلة يعني، فكرة ان انت تكوني ام دي وظيفة لوحدها الحقيقة. الحمد لله، والله هي صعبة، بس ربنا يعني بيقوي يعني. الحمد لله. الحمد لله. انا كنت بلعب هاندبول اصلا، وبعدين اتجوزت، بعدين يعني خلفت حمزة ورجعت ألعب تاني. جوزك رياضي ولا بعيد عن المجال؟ لا رياضي، رياضي كان بيلعب هاندبول في المقاولين. اوكي. بس جميل. وبعدين بقى لعبت شوية يعني ورجعت تاني المنتخب، بعدين الحمد لله ربنا كرمني بخديجة فبطلت خالص هاندبول، بس رجعت مدرب يعني. أوكي. فالحمد لله. طب النشأة بقى كابتن مي، يعني احكي لنا اصلا انت خارجه من بيت رياضي ولا لا؟ لما كنت بتروحي وعايزه تواظبي وعندك حلم في الرياضه، هل كانوا اهلك بيشجعوكي بصراحه، ولا كان وقتها اللي هو ما تركزي في الدراسه، طب انت عايزه ايه من الرياضه، طب ده خليها في الصيف؟ في اهالي كده يعني، خلينا نعرف برضو انت النشأة بتاعتك ايه. انا اخواتي كانوا بيلعبوا هاندبول برضو في المقاولين، هم اكبر مني. احنا الاول كنا بنلعب في مركز شباب زينهم، اخواتي كانوا بيلعبوا في مركز شباب زينهم، فالكابتن بتاعهم فكر يعمل فرقه بنات، فقال كل واحد فيهم لو ليه اخت يجيبها نعمل فرقه يعني. فروحنا عملنا فرقه، كانوا اهلي بيشجعوني جدا يعني. حتى في وقت الثانويه العامه انا كان عندي معسكر في رومانيا مع النادي الاهلي. انا كنت بلعب في مركز شباب زينهم، بعدين اتنقلت من مركز شباب زينهم لنادي الاهلي الحمد لله. وبعدين ساعتها كنت بلعب درجه اولى، مامتي وقتها قالت لي لا روحي
روحي دي فرصة ممكن ما تتعوضش، وبعدين إن شاء الله ربنا يكرمك ما ترجعي تجتهدي شوية في المذاكرة وهيبقى في وقت يعني. فلا مامتي كانت بتشجعني الحمد لله. وعلى ذكر النقلة دي بقى من مركز شباب زينهم للنادي الأهلي، يعني إيه اللي استجد عليكي وإيه اللي اتغير في حياتك بعد الخطوة دي؟ لا حاجات كتير طبعا. هو مركز شباب زينهم ليه الفضل طبعا بعد ربنا كابتن مجدي عبد السلام، بس أحب أشكره ربنا يكرمه يعني ويديله الصحة. أنا اتنقلت من مركز شباب زينهم للنادي الأهلي. النادي الأهلي حياة يعني. أنا يمكن الجمهور لما يقول إن النادي الأهلي روح الفانيلا الحمراء والكيان وحياة، لا فعلا أنت لو تربيت في النادي الأهلي فهتحس حاجات كتير مختلفة. في التزام من أصغر واحد لأكبر واحد. الالتزام أنت بتروح النادي الأهلي رايح تلعب في أي مكان، أنت مش بتفكر هتكسب ولا هتخسر، أنت عندك هدف واحد بس. فالنادي الأهلي أو قوة النادي الأهلي أو قوة اسم النادي الأهلي أو كيان النادي الأهلي ده بيدي لك قوة، يعني بيدي لك قوة، بيعلي سقف طموحك في كل حاجة. فالنادي الأهلي بجد سند لأي حد يلعب فيه أو يبقى موجود فيه. ما هي مواقف صعبة بصراحة عدت عليكي يعني من وقت ما كنت بتتدربي عادي لغاية دلوقتي، من أصعب المواقف اللي مرت في مسيرتك، سواء تحديات سواء انتقادات سواء صعوبات بأي شكل؟ تمام. أنا من أول ما كنت بلعب صعوبات، هي مرة واحدة بس خسرنا، كان وقتها وأنا لعيبة، فدي كانت الصعوبة إن إحنا مرة واحدة خسرتي وزعلت. مرة واحدة خسرت بس وزعلت، ده في الأهلي بقى. في الأهلي أو دي بقى ليكي حق. أيوة بس دي كانت وأنا بلعب، بس كان ليها سبب إن إحنا كان عندنا بطولة عربية، والماتش ده كان قبل ما نسافر بيوم، فكان التركيز كله في البطولة العربية ما كانش في الماتش. فبس الحمد لله تعوضت وكسبنا البطولة. صعوبات كتير بقى من أول ما بدأت أبقى مدرب، إنك تبقى مدرب وتيجي تشتغل فتلاقي حد يقول لك أنا مشغلش ستات، فده كان أول صدمة، بس الحمد لله ربنا ده حصل لك يعني. نمر التليفون وديها إنها بس كده خلاص. أنا عايز أي حد يجراله أي موقف بعتولي يا جماعة. ما مشغلش ستات، فدي كانت الصدمة اللي هي ده على أي ليه؟ أساس بيقول كده يعني ليه؟ ده رأيه الشخصي ولا في لائحة لا مثلا داخلية؟ لا ده رأيه الشخصي أو قناعته إن مفيش حد يبقى أحسن يعني منه أو منها، ممكن تبقى كانت ست أصلا. فبس دوت ما عمليش وقفة قد ما هو صدمني، بس ما عمليش وقفة ليه ما بقاش ست وقف قدام راجل وكاتشن زي وزي في الملعب، لأن أنا بلعب هاندبول في سيدات في زي فريق رجال، ما حدش قال ممنوع الرياضة أو ممنوع أن أنا بقى مدرب. بس فالحمد لله أنا كنت مرنت الأول في نادي المعادي. لا بالراحة أنت يعني عشان على فكرة يعني اللي أنت بتحكيه ده نتعلم منه، والناس يعني دلوقتي روحتي قدمتي على حاجة اترفضتي بسبب ثقافة طبعا مش بسبب ثقافة مش صح تماما، بعدين عملتي ايه يعني قررتي ان انت لا انا هكمل انا مش هيفرق معايا، بس خطواتك كانت ايه بقى؟ ايوة اول لما معلش انا ما بشغلش معايا ستات كده كان باللغز، فشكرا بدأت بقى اشتغل في مكان تاني يعني سبت المكان ده، لا هشتغل وهبقى يعني هحقق حلمي. انا عندي حلمي في التدريب زي ما كان عندي حلم ان انا ابقى كابتن النادي الاهلي منتخب مصر، عندي حلم في التدريب ان انا برضو اوصل لحاجة كويسة في التدريب. انا حلمي ابقى مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب يا رب يا رب ان شاء الله. طب انت بتكاتشيني في الملاعب وبتكاتشيني في البيت مع البنات. أيوة. يعني برضو مهمة مش سهلة، عندك وقت تكاتشيني في المطبخ ولا ده ما بيحصلش؟ يعني انا مش شاطره في المطبخ الحقيقه، بس يعني بحاول. بس قادره تتوازني، هي الفكره في الموازنه والالتزام بدورك كزوجه وكأم وكرياضيه وكمان بتنشئي او بتساعدي في تربيه بطلات مستقبليات. عايزه حد يعني عايزه قدرات، ده اللي عايزه اقوله. ما انا قلت حياتك ربنا بيقوي، بس انا عايزه اضيف لك حاجه. انا مدرسه اصلا الصبح كمان الحمد لله. اوكي ما شاء الله عليك والله برافو عليك الحمد لله يعني. فهو ربنا بيقوي في وجود طبعا امي واهلي، فكله بيساعد يعني الحمد لله. طيب موضوع الطبيخ ده ادم بقى السؤال ده بقى. لا برضو ناخد فكرة انا مش شاطرة في المطبخ، بس يعني بحاول بجتهد علشان الاطفال هياكلوا ايه. عايز اقول لك لازم ياكلوا في البيت. في رجالة يعني دلوقتي كتير بيحبوا او بيفضلوا بارادتهم هم اللي يطبخوا لما يبقى في وقت. أيوة. يعني الموضوع ما بقاش زي زمان يعني اللي هو لازم يعني في بدائل. الحاجة الاكيدة ان دور الام مش سهل.
وانها بخمس ست دراعات بتعمل خمس ست حاجات صح. في نفس الوقت أيوة. وباتقان وباجاده بينتج عنهم ان الاولاد يبقوا متفوقين دراسيا وكمان رياضيا زي الحاله عندك. الحمد لله. انا عندي حمزه بيلعب في مواليد 2010 النادي الاهلي الحمد لله. فكل بقى الشغل مع البيت مع المدرسه مع توصيل التمرين ويجيب من التمرين فالدنيا فعلا شويه صعبه بس هو ربنا بيقوي. انت ناويه بقى تخليه هو وبنتك برضو في الرياضه؟ ان شاء الله في الرياضه ان شاء الله بيلعبوا هاندبول. خديجه لسه في الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي فربنا يكرم ان شاء الله يطلعوا احسن يعني احسن مني. انا عندي سؤال دايما ببقى عايزه اساله للرياضيين يعني اللي هم ولادهم بقى عايزينهم برضو يمارسوا رياضه، ازاي بتعرفي تحطي ابنك في رياضه معينه؟ يعني ازاي انا اعرف بنتي او ابني هيبقوا كويسين في الرياضه دي؟ هو بصي هو انا بروح الاول بقلبي مع الهاندبول فانا بحطه في الهاندبول لان انا هقدر اقول له مستواك فين او مستواك رايح فين. بس لو هو مش شاطر فيها او حابب حاجه بخليه يجرب كل حاجه الاول. انا خليت حمزه يجرب كل حاجه لحد ما هو بقى شاطر في الهاندبول فسيبته بقى يعني هو ارتاح له كمان. حلو. عايزين برضو نسمع منك كده نصيحه لكل ام او لكل يعني ولي امر سواء كان اب او ام شايفين ان لا مفيش داعي ان احنا نخلي اولادنا يلعبوا رياضه دلوقتي عشان ده ممكن ياخدهم من الدراسه. الناس اللي هم مهتمين بنجاح اولادهم اكاديميا تمام. على حساب امور تانية ممكن تبقى اكثر افاده بالنسبه لهم على فكره. هو بس الطفل هيفضل طول عمره يقدر يعمل حاجه واحده مش هيقدر يعمل حاجتين. انت لازم تعوده ان هو يقدر يوازن بين حاجتين. بعد كده لو اشتغل هيشتغل مش هيلعب رياضه هيبقى حاجه واحده، او لو لعب رياضه مش هيقدر يشتغل. فلازم انت تعوده من الاول ان هو يلتزم في الدراسه ويلتزم في الرياضه لان الاثنين مفيدين. لو دراسه بس هيبقى عنده وقت فاضي ممكن يعمل حاجات تانية مش هتبقى انت حاببها. فالاحسن ان هو يعمل الحاجه التانية وقت فراغه يبقى في حاجه تساعده زي الرياضه. الاثنين مهمين دلوقتي جدا. طب هسألك سؤال، يعني لو جاء دلوقتي تعارض ما بين شغلك وما بين الرياضة وما بين ولادك تمرينهم هتضحي بإيه؟ شوفي السؤال الصعب ده. صعبة دي. بس يعني مبدئيا لا هو مش هضحي بأولادي، ولادي الأول وبعد كده يعني أنا. هتشوفي بقى الشغل لأن أنا شوية حققت من أهدافي فأحلامي اللي جاية كلها معاهم يعني. طب انت هتسعدي أكتر لما تشوفيهم متفوقين دراسيا ولا متفوقين رياضيا؟ لو افترضنا أن صعب يجمعوا بين التفوق في الحالتين، بس أنهي اللي انت مهتمة بيه أكتر؟ يعني مثلا لو شفت حمزة هيبقى محمد صلاح فهسعد بيه جدا. لو شفته هيبقى دكتور أحمد زويل الله يرحمه هبقى فرحانة بيه، هشجعه في اي حته يبقى هو شاطر فيه. ان شاء الله تشوفيه باحسن الناس يا رب. ان شاء الله. نورتينا يا كابتن ماي. شكرا. وانت طيبه مره ثانيه. حضرتك طيبه. شكرا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع حضراتكم. اتفضل. بتضغط عليا عشان اول واحده ببقى شاطره في المذاكره بطلع الاولى في الفصل. كنت بلعب كذا رياضه يعني كانت بتقولي عادي والرياضات حلوه وبتاع، وكنت انا دلوقتي بلعب فولي بتشجعني اكتر ان انا اكمل وما اقفش. كل يوم لازم هي بتيجي مثلا بتشجعني بتقولي احاول تضغط على نفسك لازم تبقى احسن واحد وكده، وهي وبابا بيحبوا يشجعوني دايما في اي رياضه بلعبها يعني بلعب كره يد وبلعب كاراتيه وبيشجعوني في كل رياضة بلعبها عايزين يشوفوني بطل مثلا في المستقبل. ركزي وذاكري عشان عايزاكي تبقي طالعة الأولى على طول. ولما مثلا بجيب درجة مثلا حلوة أو وحشة تقولي في أحسن من كده أنت عملتي اللي عليكي. لما باجي ذاكر بروح أوريها بتقولي شاطرة يلا كملي أنت بتفضلي دايما شاطرة. أنا عايزاك تبقى شاطر وخليك دايما في المستوى ده ولازم تبقى كويس في المذاكره عشان تبقى شاطر ويبقى كل الناس بتحب. يعني بتقولي ان في احسن وبس ركزي وان شاء الله هتعرفي تعملي كل حاجه. دايما بتقولي ربنا يوفقك ان شاء الله وايام الامتحانات تقعد تدعيلي بنجاح. بتفضل تذاكرلي وبتفضل لما بكون مش فاهم حاجه بتخليني احاول افهمها وبتقولي ده درس سهل وتسهله عليا. كل سنه وانت طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه واقولها ان هي دايما تقف جنبي وهي شكرا. كل سنه وانت طيبه ربنا يخليكي لينا افضل ام في الدنيا. كل سنه وانت طيبه يا ماما بحبك قوي ربنا يخليكي لينا. بحبك يا مامي كل سنه وانت طيبه يا احلى ام في الدنيا. كل سنه وانت طيبه يا ماما احلى ام في الدنيا. كل سنه وانت طيبه
احلى ام. كل سنه حضرتك طيبه يا ماما، وان شاء الله كل عيد ام كل الامهات تبقى كويس. علمنا انا بحبك قوي يا ماما، ونفسي تبقى عصير مبسوطه، وبحبك قوي. كل سنه وانت طيبه يا ماما، وانا بحبك جدا. سنه انت طيبه يا ماما، بحبك خالص. شكرا يا ماما على كل الحاجات اللي انت بتعمليها لي، وربنا يخليك لي. كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما. كل سنه وانت طيبه يا ماما، انا بحبك قوي. كل سنه وانت طيبه يا ماما، بحبك قوي. كل سنه وانت طيبه. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. في الفقره دي بقى هنحتفل بشكل عملي بكل الامهات في مصر وفي كل مكان في العالم، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين غنائيا من خلال صوت جميل موجود معانا ومنورانا في الاستوديو، رهف ياسر انس، وهي مطربه في كورال النادي الاهلي. رهف صباح الفل عليكي ومنورانا، اهلا بيكي. صباح الخير يا رهف، واحنا سامعين ان انت مش صوتك بس حلو، صوتك حلو جدا، واحنا اكيد مبسوطين انك معانا في يوم زي ده عشان نغني، وكمان اكيد انت محضره كذا حاجه لعيد الام. بس خلينا نبدا كده، طبعا يعني هي على فكره والده رهف معانا في الاستوديو، جت معاها، فنبدا من هنا. انت جبتي هديه لمامتك، عبرت لها ازاي يعني النهارده عن العيد؟ النهارده ماما المفروض بتظبط العربيه بتاعتها، فاحنا حبينا نبسطها، فجبنا لها الحاجات اللي هي كانت نفسها في العربيه، وجبناها لها هديه في عيد الام. حلو جدا، هديه عمليه يعني. برافو عليك، عشان ماما اللي بتوصلهم، خلي بالك. وفي الاخر عشان برضو ايه، راح بتدور على ينفع كده. لا بس برافو عليك. طيب احنا قبل بقى ما ندخل معاكي في اي تفاصيل، لازم نسمع بقى منك حاجه في البدايه كده نحتفل من خلالها بعيد الام. سمعينا ايه؟ ست الحبايب. يا سلام. يلا. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا زي كده الكلام هيحلو. كده نبدا بقى. طيب مامتك هي اللي اكتشفت اصلا يا رهف صوتك، ولا مين؟ ماما قلت لي اكتشفت صوتي في البيت، كنت بدندن في البيت. فدخلت الاوضه سمعتني بتقولي هو انت صوتك حلو وانت بتغني. فبدات تحفظني اغاني بقى في الفتره. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 9 سنين. يعني اول رد فعل ليها كان فرحانه ببنتها اللي اكتشفت ان صوتها حلو، ما خافتش ان ده ممكن ياخرك في الدراسه او يخليكي ما تهتميش قوي بالدروس؟ لا 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 خالص، بالعكس هي كانت مشجعه ان احنا نكمل في المجال ده وندرب فيه على الاقل. طب والى جانب بقى ان هي اكتشفت جمال صوتك ودعمت الموهبه دي، يعني باختصار كده دور والدتك في حياتك، لو قلنا في مجموعه يعني نقاط، عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه؟ لا هي واقفه في ظهري طول الوقت، يعني هي مش مامتي بس، هي اختي وصاحبتي وبنتي، يعني هي كل حاجه في حياتي بجد. ربنا يخليك لبعض يا رب. يعني هي واقفه معايا طول الحياه، يعني في اي حاجه انا عايزه اعملها هي بتبقى اول واحده واقفه في ظهري ومسنداني على طول، يعني ما بتقوليش لا على حاجه. طب وبالنسبه للدراسه بتحسي اهتمامها اكتر هنا ولا هنا؟ لا في الناحيتين. في الناحيتين. هي دايما بتشوف ان يعني خليكي مع موهبتك وكل حاجه، بس اهم حاجه اهتمي بدراستك، دي اهم حاجه في حياتك. وانت اصلا عايزه يعني رسم لنفسك قدام ايه؟ ان انا عايزه ابقى برضو بشتغل وبغني اوقات، ولا احترف الغنى؟ انت حابه ايه؟ لا انا نفسي احترف طبعا في الغنى، ونفسي اكمل فيه، بس طبعا يعني دي ما يمنعش ان نكمل في كليه تانية جنب الموسيقى والغنى بتاعنا. حلو. برضه انت حاليا في اي مرحله دراسيه؟ انا في ثالثه ثانوي. ثالثه. اوه ربنا معاكي بقى، دي مرحله مهمه. جميل. نسمع بقى. يلا نسمع. محضره ايه تاني يا رهف؟ اغنيه بتاعت محمد فوزي. ماشي. احن قلبي في الدنيا، قلبك انت يا امي، انت يا امي، ربي حبك يا أمي يجري في دمي.
حنانك وبتسعدني دايما في قربك انتي يا امي انتي يا امي. وانا ممكن اطلب اغنية لو انتي حافظاها؟ عارفة بلاد طيبة؟ ايه بلاد طيبة؟ بتاعت محمد منير وانوشكا. تعرفيهاش؟ جيل تاني برضه. جيل تاني خالص. خلي بالك الوقت بيجري بسرعه هستيريا على فكره. يعني بتحبي مين بالمناسبه من المطربين والمطربات، او لو عندك مثل اعلى نفسك توصلي له او توصلي لها مين؟ مغني جديد ولا قديم؟ زي ما تقول يعني. جديد انت حابه مين؟ الجديده نفسي ابقى اوصل لزي تامر حسني بالظبط. يعني نفسي يبقى معروفه عالميا. حلو، دي امنيه من امنيات حياتي. والاجيال اللي قبل كده؟ الاجيال قبل كده عبد الحليم. تحبي رومانسية انت الاغاني الرومانسية اكتر؟ طب هتغني لنا لعبد الحليم ولا تامر دلوقتي مثلا؟ نغني لعبد الحليم. طيب زي الفرصة. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى هواك واشتق لعذابي معاك والقدموع يفكرك لو ارجع تاني. عادي عادي. حلو جدا. طيب احنا عايزين نروح مع حضراتكم كده دلوقتي بس سريعا لرسائل هنا لاعبي العاب يعني الصالات بالاهلي لامهاتهم ونرجع نكمل. ام طيبه وبخير، كل سنة وكل أمهاتنا أمهات شهداء النادي الأهلي طيبين، عيد أم سعيد. كل سنة وانت طيبة يا أمي، ربنا يخليك لينا يا رب وما يحرمناش من سماع دعوتك الجميلة، وكل سنة وكل أم طيبة وبخير. كل سنة وكل الأمهات طيبين وبخير يا رب. كل سنة وكل أم بخير وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين، عيد أم سعيد. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وبسعادة وصحة، ربنا يبارك لنا فيكم ويخليكم لينا، وكل سنة وكل أمهات شهداء النادي الأهلي بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وانت طيبة يا أمي، كل سنة وكل أمهاتنا بخير. كل سنة وكل أم طيبة وأمهات شهداء النادي الأهلي بخير، هابي مادرز داي. كل سنة وكل أم طيبة وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين، عيد أم سعيد. كل سنة وكل أم طيبة وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين، عيد أم سعيد. كل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وأمي طيبة ويا رب يخليهم لينا دايما. كل سنة وأمي الغالية طيبة، ربنا يا رب يبارك لنا فيهم وفي صحتهم ويخليهم لنا ويفضلوا على طول راضين عننا. وكل سنة وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين وبخير. كل سنة وأنت طيبة يا أمي، وعيد أم سعيد عليك يا رب. يا رب أقدر أديلك حاجة صغيرة كده من اللي طول عمرك بتعمليها عشاننا. كل سنة وكل أم طيبة، وكل أمهات شهداء النادي الأهلي طيبين وفي أحسن حال يا رب. ربنا يا رب يحفظهم لنا ويبارك لنا فيهم. كل سنة وكل أم مصرية بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وكل أم شهيد بخير يا رب، وربنا يديكوا طولة العمر. كل سنة طيبة يا أمي، بحبك وانت عارفة، وربنا يخليك ليا وعلى طول في ظهري يا رب، بحبك. كل سنة وانت طيبة يا أمي، وسنة سعيدة عليكي، وربنا يخليكي لينا وان شاء الله تعيشي بصحة وخير وسعادة. حابب ان انا اهني كل الأمهات المصرية واقول لهم كل سنة وانتم طيبين جميعا، وحابب ان انا اشكرهم على المجهود اللي بيبذلوه، وطبعا تهنئة خاصة لوالدتي، وحابب ان انا اقول لها كل سنة وانتم طيبة يا امي وسنة سعيدة عليكي وربنا يديك الصحة ان شاء الله. كل سنة وكل أم عمود البيت المصري، وكل سنة وكل الأمهات طيبين. كل سنة وكل الأمهات بخير ودايما يا رب في سعادة، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم كلكم. كل سنة وكل الأمهات كلهم طيبين وبخير. أحب أقول في عيد الأم لكل الأمهات والمامتي كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله دايما في أحسن حال وفي صحة وسعادة. أنا بعمل الفيديو ده بمناسبة عيد الأم، كل سنة والأمهات المصرية كلها بخير، وكل سنة وأنتم طيبة يا أمي. ربنا يخليك لينا ويديك الصحه كده، انت اهم حاجه في حياتنا. بحب اقول لكل الامهات كل سنه وانتم طيبين، واحب اوجه رساله لامي بالاخص، الله امي كل سنه طيبه وربنا يبارك فيكي وربنا يخليكي ودايما منورانا ومنوره حياتي انا واخواتي البنات وزوجتي وبناتي. كل سنه وكل ام مصريه بخير، وكل سنه وكل امهات الشهداء النادي الاهلي بخير، ان شاء الله السنه دي تكون سنه سعيده عليكم. كل سنة وأمهاتنا طيبين بمناسبة عيد الأم،
كل سنة وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين وبخير. كل سنة وكل أمهاتنا طيبين في كل مكان وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين وعيد أم سعيدة. كل سنة وكل أمهاتنا طيبين وبخير وكل سنة وأمهات شهداء النادي الأهلي طيبين وعيد أم سعيد. كل سنة وكل أم مصرية طيبة. كل سنة وكل أمهات شهداء النادي الأهلي طيبين، ربنا يخليكم لينا وعيد سعيد عليكم. عايز أهني كل أم مصرية بعيد الأم. كل سنة وكل أم مصرية بخير وصحة وسعادة يا رب. وبشكل شخصي كل سنة طيبة يا أمي وربنا يخليك ليا وتفضلي دايما في ظهري. كل سنة وأنت طيبة يا أمي. كل سنة وكل أمهاتنا بخير. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وأمهات شهداء النادي الأهلي بخير، عيد أم سعيد. كل سنة وكل أم طيبة، عيد أم سعيد يا رب على جميع الأمهات وربنا يخليهم وكل سنة هم طيبين. شفنا بعض الرسائل مع حضراتكم دلوقتي للاعبي العاب الصالات بالاهلي، ولكن بس خليني اقول يعني شهاده حق فعلا، ومش عشان احنا بنتكلم عن تحديدا مصر، بس بجد الام المصريه والواحد يحلف من هنا لبكره بجد مختلفه تماما عن اي ام في العالم. بجد الام المصريه وحضراتكم اكيد شايفين هي بتبقى بتعمل ايه عشان ولادها، وبجد يعني ربنا يخليهم كده على طول لينا، وربنا كمان يديهم الصحة ويسعدهم زي ما هم بيضحوا علشان يسعدونا في حياتنا. الأم المصرية هقول غير ونقطة، مش هنقطر عن كده. بكل حال احنا معانا بعض الرسائل، خلينا برضو نستغل دلوقتي الفقرة. كنا قلنا في أول حلقة ونعرض بعض بالضبط، كنا قلنا ان حضراتكم لو عندكم أي رسالة تحبوا تبعتوها للأم بشكل عام ابعتوها لنا، وقد كان مجموعة كبيرة من الرسائل. هنبتديها معاكم بإيمان حسن بتقول الله يرحمك يا أمي عيدك في الجنة إن شاء الله. ليلى محمود بتقول أول مرة يجي عيد وانتي مش معايا، ربنا يرحمك يا أمي. طبعا ربنا يرحم جميع الأمهات يا رب، يعني ويدي الصحة لكل أمهاتنا. طبعا عبدو الشريف يقول كل سنة وكل أم أهلوية وغير أهلوية بخير. فرانسيس روكا كل سنة وأمي بخير وطيبة وبصحة وسلامة كل الأمهات. كريم الشافعي حلوة دي بقى، كل سنة وأم ولدنا قفشة طيبة. أسامة عصام كل سنة وأنتم طيبين. أحمد مصطفى كل سنة وأمي وكل الأمهات بخير وسعادة يا رب، يديهم الصحة والعافية يا رب العالمين. ما فيش حاجة أحسن من دعوة أمك الجميلة، يا رب ديمها نعمة يا رب العالمين. يوسف حمادة كل سنة وأمهاتنا بخير والله يرحم أمهات المسلمين. عبدو شعبان كل سنة وأمي كل الأمهات بألف خير وصحة وسعادة. المحترم بيقول أمي أدامك الله نعمة في حياتي. وحسن ميلانو أنت السند، أنت المدد، أنت الحمى في الشدد. حلوة جدا. نجوى محمد كل سنة وانت طيبة يا مامتي. إيمان عليوة ربنا يبارك في أمهاتنا ويرحم أمهات المؤمنين. أحمد سيد الأم العظيمة. يوسف ربيع كل سنة وكل الأمهات بخير وصحة وسعادة يا رب. حسن عبد الجيد كل سنة وكل الأمهات بألف خير وصحة وسلامة. أحمد أبو عيد كل سنة وأمهاتنا طيبين وبخير. هاني محمد ده بقى من التوب فانز، كل سنة وكل أم أهلوية بخير وبصحة وسعادة وهنا وفرح، أمين يا رب، وطولة العمر والعمل الطيب والرزق الحلال والستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه أرق وأشيك وأحن وأجمل أمهات أهلوية. بس هنقول أمهات العالم وأمهات مصر، يعني معلش هنا الدعوة تبقى عامة لأن الأم الأهلوية والغير أهلوية أم هي أم في نهاية الأمر. يعني شحتة بيقول كل عام وأنت بخير يا أمي وبصحة وسلامة وسعادة وراحة بال يا رب العالمين. ومجدة إبراهيم كل سنة كل عام وكل أم بصحة وعافية ويطول عمر كل أم لأولادها ويبارك فيها. نختم بقى مع حضراتكم مهند علي كل عام وأمي بخير وصحة وسلامة. وعبدو شعبان أخيرا كل سنة وأمي كل الأمهات بألف خير وصحة وسعادة. زي ما قلنا لحضراتكم يعني ده بيبقى دايما جزء من المبعوث، بس يعني الرسائل حلوة جدا، إن شاء الله كل الدعاوي دي تكون من نصيب الأمهات. طيب وبما أن وقتنا مع حضراتكم في حلقة النهاردة بيوشك على الانتهاء، يا دوب نلحق نشكركم على حسن المتابعة. وبما أن معانا رهف منورانا في الاستوديو بتهيألي بقى إيه نختم بقى بحاجة. بصي اختاري بقى اللي أنت عايزاه، سواء حاجه ليها علاقه بالام او لو انت حابه تسمعي برضو جمهور الاهلي حاجه براحتك. هنختم بالاغنيه الاخيره لرهف، واكيد مره تانية انا وكريم بنوجه يعني تحيه كبيره ودعاوي كتيره يا رب تكون من نصيب الامهات. ونشوف حضراتكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده وعشر صفر في الاهلي. اتفضل. من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان، بخب الشوق وداري لا يعرفوا الجيران، بخب الشوق وداري يا داري لا يعرفوا
غيرك.